توقع واحد عطنا اقرب قصيده لقلبك، لكن نبيها قصيده طويله شوي. قصرت اشوفك حتى وانا ايوه خلاص انا اعرف اعرف ذائقتك ابو سعد. ايض الله وجهي، صرت اشوفك حتى ايش؟ حتى وانا اصلي وانا ساجد. اشكرك، عز الله اني جابها. شير والله بيض الله وجهك، كيف يا دخلت في قلبي؟ انا فاهمك فاهمك، ما عليك وشك. ترى الدور عندكم جاي. يلا يقول يقول العيون ركزت في وضعنا سراقه. طيب حاول ان الناس عنا يلغى لا ما تدري. يا سلام، كان شفت الوضع مزري والعرب دراقه، اغمز بعينك العيني كان تبغى تسري، واخذني عن عالم ما ترحم العشاقه، وحطني في عين كلي مثل عينه العذري، كل ليله سامر نجوم السما البراقه، واجمع اصابع يميني منك واضرب صدري، وادفع بكفي دجاليل يجر شراقه، لين اكفكف دمع عين من غيابك يجري، وبكنا من غيبتك ما باقي بطاقه، ما بقى من مغريات الوقت شين يغري، جيت يمك تابع عن قلبي ماني مستاقه، وشايل صدر على حبه جبينك مفري، تطري مع الليل ومع البرد ومع الناقه، حتى لا قربت سجاده صلاتي تطري. الله 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 الله، صحة ابداع، صح الله لسانك يا وليد، صحة ابداعكم جميع. طيب طيب قبل اروح لابو فراج، وليد انت شاركت في برامج شعريه سابقه شيء؟ لا ما قد شاركت ولا لي اي مشاركه. ما تيح تذكر فرصه ولا انت ما لا والله مالي ولا ما اهتويت؟ مالي ما شاف. طيب وش اللي خلاك يشجعك وتشارك في البرنامج؟ والله برامج الواقعيه انا اشوف ان الفرصه فيها اقوى من البرامج الثانيه. تختصر عليك سنوات؟ اي لا، واقعيه الشخص. أيه؟ واقعية الشخص وتعرف أنت منين توكل الكتف. لكن هذيك برامج خاصة البرامج الشعرية تقييم وتصويت وأمور ودعوة. أنت جاي تبرز أن وليد شاعر وأطلع ولا؟ لا لا والله أنا مسجل أنه وليد البيعي. أيه؟ ومن ضمنها قصيد. قصيد الشعر. طيب ما شاركت في برامج أو لو تحت لك الفرصة في البرامج القادمة؟ الجاي. أي الجاي رزقه معها. بتشارك؟ أكيد. طيب فيه قصيدة لك يا وليد؟ لا 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 أرجوكم ما نبي هذه. لا إنك سكب ذي، تعطيني القصيدة تحت الكواليس ما تصلح لها. هذا اللي على الربيز منو ها فلاح يا مرحبا وش قال؟